السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الماث برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول، وكنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية ليسون 5 او الدرس الخامس page 11، والنهاردة هنبتدي نشرح page 12 و lesson 6، والعنوان هنا apply التطبيق. فبيقول لنا هنا اصحابي look at، انظر على the images الصور below الموجودة بالاسفل، decide قرر if the objects لو العناصر they depict يعني اللي هي بتوصفها should be يجب أن measured أن تقاس in centimeters بالسنتيمتر or meters ولا بالمتر. and then ثم بعد ذلك write the word، اكتب الكلمة in the table في الجدول. يبقى احنا هنشوف الايمجز أو الصور اللي موجودة عندنا في التيبل ده، وهنشوف كل صورة المفروض ان احنا نعمل لها measurement او نقيسها بالمتر ولا بالسنتيمتر. فمرة تانية directions look at the images below decide if the objects they depict should be measured in centimeters or meters and then write the word in the table. فزي ما احنا شايفين يا اصحابي هنا ومدينا table في images او صور وميترز اور سنتيمترز امتار ولا سنتيمترز، والمفروض ان احنا نكتب هنا متر ولا سنتيمتر. فاول حاجه مدينا هنا بالم تريز او نخيل. البالم تريز او النخيل والاشجار الكبيره والنخيل الكبير ده المفروض ان احنا لما نيجي نعمل له ميجرمنتس الافضل نقيسه بالمترز ولا بالسنتيمترز؟ شاطرين طبعا بالمترز، لان احنا لما نيجي نقيسه بالسنتيمترز ده هيطلع معانا رقم كبير قوي، فالمفروض ان احنا نقيسه بالمترز او بالمتر علشان خاطر الموضوع يبقى اسهل. فالمفروض هنكتب هنا ايه يا اصحابي؟ شاطرين meters، فهنكتب هنا meters زي ما احنا شايفين قدامنا. طب الفج او التين وفاكهة التين الجميلة اللي احنا بنحبها كلنا، الفج plant او التين نبات التين، وده طبعا فروت من الفروتس الجميلة كلنا عارفينها. المفروض لما نيجي نقيس مثلا الطول او العرض بتاع الفج فروت او فاكهة التين هنقيسها بالمتر ولا بالسنتيمترز يا اصحابي؟ شاطرين طبعا هنقيسها بالسنتيمتر، فهنكتب هنا سنتيمتر زي ما احنا شايفين قدامنا. طب لو في لونج بيلدنج او مبنى طويل كده وعالي، بيلدنج يعني مبنى، وطبعا لونج يعني طويل، مبنى كبير وعالي، هنقيسه بالمتر ولا بالسنتيمتر يا اصحابي؟ شاطرين كلكم هنقيسه بالمترز زي ما احنا شايفين قدامنا، فهنكتب هنا متر. طب لو عندنا فلاي او ذبابة، لو عندنا حشرة انسكت يعني الانسكت دي فلاي مثلا او ذبابة، لما نيجي نقيسها بنقيسها بالمتر ولا بالسنتيمتر يا اصحابي؟ شاطرين طبعا هنقيسها بالسنتيمتر زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب لو عندنا الماندرين فروت او فاكهة اليوسفي الاستفندي اللي احنا عارفينه كلنا، او الاورنج مثلا فروت، او الفاكهة البرتقال زي ما احنا عارفينها، لما نيجي نعمل لها ميجرمنت او نقيسها هنقيسها بالمتر ولا بالسنتيمتر يا اصحابي؟ شاطرين هي صغيرة، فطبعا هنقيسها في حالة الاحجام الصغيرة زي ما احنا عرفنا من شوية بنقيسها بالسنتيمتر، فهنكتب هنا سنتيمتر زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر حاجة لو عندنا هورس او حصان، الهورس جسمه كبير شوية، فهو مش صغير زي الانسكتس او الحشرات ولا الفروتس او الفاكهة، فهو المفروض هنقيسه بالمتر ولا بالسنتيمتر يا اصحابي؟ شاطرين طبعا هنقيسه بالمتر، هنقول طوله قد ايه بالمتر، فهنكتب هنا meters او متر زي ما احنا شايفين قدامنا. ومن هنا نكون استخلصنا وعرفنا كده ان الاجسام الكبيرة والاشياء الكبيرة بنقيسها بالمترز
او بالامتار يعني. اما الاجسام الصغيره والاشياء الصغيره بنقيسها بالسنتيمتر او بالسنتيمتر يعني، وده الانسب لقياسها. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معي. ونوصل لبيج 13 او صفحه 13 وعنوانها تشالنج. تشالنج يعني التحدي. وهنا بيقول لنا نيم يعني سميه، حط اسم، at least على الاقل 3 other objects. 3 other objects ثلاث عناصر اخرى، that could be اللي ممكن، measured ان تقاس، in centimeters بالسنتيمتر. يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل name او هنسمي 3 objects او ثلاث عناصر نقدر نقيسهم بالسنتيمتر. and و at least على الاقل 3 other objects ثلاث عناصر تانيين، that could be اللي ممكن، measured ان يقاسوا، in meters in meters بالمتر. يبقى مرة تانية، name at least 3 other objects that could be measured in centimeters and at least 3 other objects that could be measured in meters. فاحنا المفروض يا اصحابي هيكون اتقلينا بعض الامثلة في الكلاس روم او في الفصل يعني، عن الحاجات اللي احنا ممكن نقيسها بالمتر، وبرضو بعض الامثلة او بعض الاكزامبلز عن الحاجات اللي احنا ممكن نقيسها او نعمل لها ميجرمنت بالسنتيمتر. فاحنا دلوقتي المفروض عرفنا ان الاجسام الكبيرة والاشياء الكبيرة بنعمل لها measurement او قياس بالمتر، اما الاجسام الصغيرة بنعمل لها measurement بالسنتيمتر. فعايزين دلوقتي نعمل mention لثلاث حاجات بنقيسها بالمتر وثلاث حاجات تانية بنقيسها بالسنتيمتر. فخلينا نبدأ بالحاجات الصغيرة الاول. مدينا هنا table يا اصحابي وبيقول لنا could be measured in centimeter يعني ممكن ان تقاس بالسنتيمتر، وفي الناحية التانية مدينا بيقول لنا could be measured in meter ممكن ان تقاس بالمتر. فاول ثلاث حاجات اللي هم بالسنتيمتر ممكن يكونوا زي ايه يا اصحابي؟ شاطرين ممكن مثلا يكونوا اول حاجة مثلا ممكن نقول نوع من انواع الفروتس زي مثلا الابل، الابل او التفاحة ممكن نقيسها بالسنتيمتر. ممكن كمان يكون زي البي مثلا او النحلة، البي او النحلة ممكن نقيسها بالسنتيمتر او بالسنتيمتر. ممكن كمان نقول بن او بنسل، بن او بنسل يعني قلم رصاص او قلم جاف، ده برضو لما نيجي نقيسه هنقيسه بالسنتيمتر او بالسنتيمتر زي ما احنا عارفين كلنا. اما الحاجات اللي احنا ممكن نقيسها بالمتر زي مثلا الكار، كار او سيارة، الكار او السيارة مش هنقيسها بالسنتيمتر هنقيسها بالمتر. ممكن كمان نقول لونج تري، لونج تري او شجرة طويلة هنقيسها طبعا بالمتر، لونج تري هنقيسها بالمتر. ممكن كمان نقول كامل، كامل او الجمل يعني الكامل او الجمل، وهو طبعا انيمال زي ما احنا عارفين كلنا، لما نيجي نقيسه هنقيسه بالمتر طبعا لان هو كبير وحجمه كبير مش هنقيسه بالسنتيمتر. والامثله كتير قوي يا اصحابي، مفيش حاجه محدده، المهم ان احنا نكون عارفين ايه الاوبجكتس او الاشياء اللي احنا ممكن نقيسها بالسنتيمتر. طبعا هي الاشياء او الاجسام اللي بيكون حجمها وجسمها صغير، الطول بتاعها والعرض بتاعها صغير. والحاجات او الاوبجكتس اللي احنا ممكن نقيسها بالمترز او بالمتر، طبعا الحاجات اللي جسمها كبير وحجمها كبير الافضل ان احنا نقيسها بالمترز او بالمتر علشان خاطر الموضوع يكون اسهل. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج 14 او صفحة 14 وعنوانها ماث جورنال، ماث جورنال او كراس الرياضيات. فبيقول لنا هنا reflect on your learning x اللي انت تعلمته، then write or draw. then write or draw يعني بعد كده، ثم بعد ذلك اكتب او ارسم your answer، your answers الاجابات بتاعتك to the following questions، to the following questions للاسئلة التالية in the box below، in the box below في الصندوق اللي موجود بالاسفل او المربع اللي موجود بالاسفل في البيج دي. فبيقول لنا هنا اول question when might it be okay to estimate a length، when might it be to estimate a length يعني امتى عندما يكون
من الممكن تقدير استيميت هنا يعني تقدير، يعني حاجة كده بالشبه، مش حاجة اكيوريت قوي. لما اقول استيميت يعني تقدير، يعني حاجة انا بقيسها كده بشكل تقريبي. فلما اقول لك هنا when might it be okay، يعني متى يمكن ان يكون يعني من الجيد to estimate a length، to estimate a length ان انت تقدر الطول. لما نقدر نقول ايه امتى الحاجات اللي احنا نقدر نعمل لها استيميشن او تقدير لللينث او الطول بتاعها. طبعا انت هتقول لي هنا مثلا او اكزامبل الحاجات اللي احنا ممكن نعمل لها استيميت لللينث بتاعها. والسؤال الثاني بيقول لك when would you need، متى سوف تحتاج an exact measurements. an exact measurements يعني قياس محدد، exact يعني محدد، حاجة محددة كده ما ينفعش ان هي تتغير. exact measurement يعني قياس محدد. امتى هنحتاج exact measurement وامتى ممكن نعمل estimate او تقدير لللينث او للطول؟ فاول حاجة مثلا يا اصحابي، احنا ممكن نعمل estimate لللينث او للطول في حاجات كتير جدا. يعني مثلا انا وانت ماشيين في الشارع وبتتكلم مثلا على تري او على بالم تري موجودة في الشارع وطويلة كده قدامنا، احنا مش هنروح نجيب المتر ونقعد نقيسها، لكن ممكن مثلا اقولك ان ارتفاعها مثلا 3 meters او 3 متر، 4 meters او 4 متر وهكذا. فهنا احنا عملنا استيميشن او تقدير لللينث او للطول بتاعها. لكن لما اجي اقولك مثلا احنا هنحتاج exact measurement، لما تيجي مثلا ترسم تيبل معين او تعمل مثلا شارت معينة، خريطة معينة او تيبل معين، او مثلا نيجي نرسم رسم هندسي مثلا زي مثلا الاركيتكت او المهندس المعماري، او المهندس المعماري لما بيجي يرسم مثلا اي تصميم هندسي هو بيعمله، فهنا هنحتاج exact measurements. طب هو بيقول لنا هنا reflect on your own، وبعدين يعني اعكس اللي انت تعلمته، وبعدين write or draw يعني ارسم او اكتب to the following questions، للأسئلة التالية in the box below، في الصندوق الأسفل، في الصندوق بالأسفل. فهنا في السؤال الأول بيقول لنا when might it be okay to estimate a length، يعني متى يكون من الممكن ان احنا نقدر نعمل تقدير للطول بتاعها. مثلا لما اقول لك هنا It might be okay to estimate a length when we are talking about a tree. When we are talking about a tree or a long building. لما احنا بنيجي نتكلم عن شجرة او على مبنى طويل. ممكن انت كمان تقول امثلة تانية. المهم ان انت عارف ان انت هنا ممكن تعمل estimate لللينث في الحاجات اللي مش مهمة اللي احنا بنشوفها كده. مش هنروح نجيب متر مثلا ونقسها، زي tree، زي البيلدينج، زي البالم تري، زي حاجة مش خاصة بينا وبنشوفها في الشارع مثلا او في مكان عام، فنقدر نقول تقريبا كده طولها قد كده. لكن امتى هنكون بقى محتاجين exact measurement او قياس محدد؟ When would you need an exact measurement، او امتى هتحتاج exact measurement قياس محدد. مثلا هنقول I will need an exact measurement when I am doing my homework. When I am doing my homework، لما اجي اعمل الواجب بتاعي هحتاج ان انا استخدم exact measurement او قياس دقيق للحاجة اللي احنا بنعملها في الهومورك بتاعنا. تيبل مثلا بنرسمه، او مثلا جراف او بار جراف او اي جراف من الجرافس اللي احنا تعلمناها هنحتاج فيه exact measurement. ممكن كمان نقول I will need an exact measurement when I am drawing a bar graph. هحتاج قياس محدد لما اجي ارسم مثلا بار جراف من الجرافس اللي احنا اتعلمناها الفترة اللي فاتت. ففي امثلة كتير قوي هنحتاج فيها exact measurement او قياس محدد لما اجي اعملها. الحاجات المتعلقة بالتعليم بتاعي، الحاجات المتعلقة مثلا برسم بار جراف، او اي نوع من انواع الجرافس اللي احنا خدناها الفترة اللي فاتت. في حاجات تانية كتيرة كمان ممكن نحتاج فيها exact measurement او قياس دقيق او قياس محدد، مثلا زي مثلا في صناعات الذهب والمعادن الغالية بيحتاجوا فيها exact measurement او قياس محدد. ما ينفعش الواحد يقول estimation او تقدير وخلاص، لان الحاجات دي بتبقى غالية. كمان في صناعة الميديسنز او الادوية يا اصحابي بنحتاج exact measurement او قياس محدد، لان لو حط مادة بزيادة شوية او حط مادة بكمية اقل شوية ممكن تضر حياة الناس اللي هتاخد الدواء ده.
بس احنا بنتكلم دلوقتي عن مجال التعليم بتاعنا احنا، فهنقول مثلا ان احنا هنحتاج الاكزاكت ميجرمنت لما نيجي مثلا نعمل دروينج او نرسم البار جراف او الرسم البياني بالاعمده. وبكده ان احنا نكون وضحنا له ان احنا فاهمين وعارفين امتى نقدر نعمل استيميت او تقدير لللينث او للطول، وامتى هنحتاج اكزاكت ميجرمنت او قياس محدد في حياتنا وفي الاستخدامات اللي احنا بنعملها. وبكده نكون انهينا بيج 14 وانهينا معاها درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. وما تنسوش تتابعونا على قناتنا الجديدة، قناة اجتماعية، موجود اللينك بتاعها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو، وكمان صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك، الرابط بتاعهم موجود في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.